مساكم الله بالخير. وصلنا متأخرين لصحار ومن التعب نمنا، وجينا لفندق ريدسن بلو وبنصور لكم المكان الجميل اللي أخذناه هذه المرة في ريدسن بلو، السويت الرائع. بعدين بنصور لكم السويت على البحر، هذا الصوب والصوب الثاني، تعالوا معي. رائع المكان، رائع المكان، رائع. يا سلام، جميل جميل. فندق ريدسن بلو حقيقة يفوز في صحار، يفوز. شوف اليهال المستمتعين في الألعاب المائية، وأيضا الناس مستمتعين على البحر والأجواء الباردة الحلوة في صحار. جمهورنا في صحار باكر الخميس، اللي ما يجي مهرجان صحار خسران، أخذوها مني. بكرة على هذا المسرح الكبير، بكرة الخميس، صوتي يروح، صوتي يروح من هالجماهير العالم اللي موجودين اليوم في مهرجان صحار. مخيني هذا المسرح الساعة كم؟ بكرة من 5 العصر بنفتح المسرح. فعاليات، مسابقات للأطفال، للصغار، للكبار، للشيبة، للشباب. إيش بتعطيهم؟ اسمع إيش بعطيهم. تذاكر سفر 4 من طيران السلام، أي وجهة حول العالم يتجه لها طيران السلام، اختار أوروبا، آسيا، وين تبقى روح. بالإضافة للأجهزة الإلكترونية، الهواتف النقالة، جوائز الكبار، جوائز الصغار، المبالغ المالية، الجوائز القيمة، كلها لكم يا هل صحار ومن بي صحار. بكرة الخميس وين؟ على المسرح الكبير هذا، عند الألعاب، خلف الألعاب بتلقون المسرح. إذا ما عرفتوه اسألوا المنظمين، قولوا وين المسرح اللي يبث مباريات كأس العالم. شوفوا شوفوا هالمسرح، باكر ترياكم على هذا المسرح كل الجمهور. الساعة 5 العصر بنفتح المسرح للجمهور. الجوائز القيمة يهل أصحار، ومن يزور أصحار لكم. أستاذ سيف البادي، كيف حالك؟ نوبل جوائز للجمهور باكر، كل من يزور أصحار نوبل جوائز تروح للجمهور كله. الله يعطيكم الصحة والعافية. حياك سيف، حياك جمال حبيبي. هين مسرح الطفل الحين حبيبي؟ مسرح الطفل هناك، روحنا صوب شرقة. وبكرة الخميس، بكرة الخميس هنا في مسرح من الساعة 5 إلى 10 إلى الساعة 10 11 بالليل. باكر الجماهير، الجماهير الجماهير، اللي ما يجي مهرجان صحار باكر خسران. قالوا تدورني؟ أدورك. نعم أدورك. أدورك أدورك من بركي؟ من بركي. نعم أدورك. والله يا أهل بركي، يا الله حياك الله. الله عزيز وغالي، مستأنس. يا مرحبا، الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. شوفوا زحمة العالم في صحار، شوفوا الزحمة. هني أشوفك التحضن فيني، إيش تبابي يا عمر؟ ايش بخاطرك؟ خواي بعطيك هدية. تم؟ تم. هات اعطيني هدية، اعطيني هدية، بعطيك رقمي. بس حبيبي قدام الناس شوف هذا، دامنا واصلين احنا عن توب فرانس للعطور، اعطوك هذه الهدية. استاهل. والحين تبى الرقم بعدك ولا ما تبى؟ عمي احنا اليوم مع هذا المشروع الشبابي توب فرانس للعطور، عطر عطرك جمال أناقتك. قدموا لنا مجموعة من العطورات الجميلة، راح نوزعها اليوم بإذن الله تعالى على المسرح، وباكر كذلك إن شاء الله بنوزع إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. قال محمد عندك حفلة في صحار وما أساهم وتبرع بجوائز بقيمة 300 ريال عماني. الشو العماني أكلة فناني نمبر 1، فرعهم اللي بصحار عبد السلام الجابري. شكرا من القلب. ايش جوائز؟ ايش جوائزك؟ جوائز الشو العماني. الله مش الله الله الله، اجهزة تاب، هذه كلها اجهزة تاب مقدمة من مطعم الشو العماني، بالاضافة الى قسيمة، بكل قسيمة بقيمة 10 ريال. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، فعلا نمبر 1. إن شاء الله ترقبوا يا أهل أصحار افتتاح الفرع الكبير لمول مارت، مول مارت اللي عنده أفرع في كل مكان، وقريبا على الشهر القادم راح يفتتح فرع الكبير في ولاية أصحار.
ومول مارت قدم لنا جوائز بقيمة 500 ريال أعماني من ضمنها جوائز مالية. تحية كبيرة للعمال أخوانا، تحية عطينا الفلوس يرفع فلوسه فوق شو على الهدايا المالية اللي قدمت للأطفال. شكرا، يلا نرجع على الكراسي، نرجع نرجع نرجع.